دلوقتي ناخد كل مجموعة من الأخبار بقى اللي حصلت بره مصر. في مواطن نيوزيلندي قدر إنه يجمع ثروة بقيمة 2,100,000 دولار، وده بعد بيعه 45 كيلو جرام من العنبر اللي بيخرج من الحوت واللي بيستخدم في صناعة العطور. المواطن ده بيعيش في مدينة ساوثلاند في دولة نيوزيلندا، وبيجمع العنبر من الشواطئ من سنة 2018، خصوصا ان سعر العنبر بقى في السوق وصل ل 45 دولار للجرام الواحد. يعني الراجل ده قدر انه يجني ثروة ضخمة جدا بعد الكميات الكبيرة اللي جمعها في 3 سنين فقط. يعني ممكن مثلا تكون مليونير في 3 سنين وانت بتتاجر في العنبر. من 2018 ل 2021 الراجل ده شغال على جمع العنبر، يعني يقف على الشط كده يستنى العنبر اللي يخرج من الحيتان، القيء بتاع الحيتان، ويجمعه وبطريقته بقى. يعني الراجل برضو عنده طريقه ويستخلص العنبر. هو بيقول انا مدين للرياح اللي وصلته للمكان اللي هو واقف فيه، فمش عارفه هيدي الفلوس للرياح يعني ولا ايه، مش فاهم. طيب، وكمان الاجواء الشتويه اللي موجوده في اوروبا واسيا سببت سقوط ثلج. سجل احد سكان مدينه منطقه صينيه مشهد ظريف وهو بيحاول يشيل الثلج هو اللي كان بيغطي سقف بيته، بسبب طبعا موجه كبيره فضلت مستمره لايام زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. وبمجرد ما حط الجرافه على الثلج وقعت قطعه كبيره من الجليد على صاحب البيت نفسه، واللي استغل الاجواء دي علشان يلعب وسط الثلج و يعني يلتقط كده بعض الصور التذكاريه اللي عملت يعني كتير من الكلام على السوشيال ميديا. الناس بتحب شكل التلج وتتبسط فيه. وجع عليه سقف الجامع وهم بيصلوا صلاه الجنازه على سيد ابو مسعود.